الله الرحمن الرحيم. في البداية أخواني وأخواتي الحضور، يا هلا ومرحبا فيكم، أسعدتونا وشرفتونا في الديوانية الافتراضية الجمعية الاقتصادية. اليوم راح نستضيف سيد عضو الجمعية الاقتصادية الدكتور فيصل الكاظمي، وهو أحد المؤسسين الجمعية الاقتصادية وأحد الباحثين واللي لهم إسهامات كبيرة في نشاط الجمعية الاقتصادية. الدكتور فيصل الكاظمي، يا هلا ومرحبا فيك. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، اللي هو نتكلم عن التجارة الإلكترونية، وخصوصا والطلب على التجارة الإلكترونية، خصوصا ما شفنا الزيادة المضطردة حق التجارة الإلكترونية، خصوصا خلال الأزمة الحالية أونلاين، واكتشفنا مدى الحاجة الملحة لهذه التجارة الإلكترونية، وشلون هناك العديد من الأنشطة التجارية اعتمدت على التجارة الإلكترونية اعتماد كلي وحققت أرباح خيالية. أيضا نجد العديد من الشركات العالمية كانت لها أزمة كورونا فرصة كبيرة لأن يكون فيها زيادة في قيمتها السوقية بسبب التجارة الإلكترونية. وأيضا إحنا عندنا هنا في الكويت التجارة الإلكترونية خلال 5 أعوام الماضية خدت منحنى جديد ومهم، وكثير من المشاريع اللي نجحت اتجهت إلى التجارة الإلكترونية، وأصبح اليوم هذا موضوع جدا مهم. وبنفس الوقت سمعنا وشاهدنا خلال التواصل الاجتماعي الفترة اللي طافت الأسبوع الماضي، هناك في تحركات في مطالبات للرسوم الجمركية ومطالبات لتخفيض الرسوم الجمركية، خصوصا للمنتجات ما دون 500 دينار. وأيضا هناك أسئلة برلمانية وتحرك موضوع الرسوم الجمركية أيضا اللي له علاقة في التجارة الإلكترونية في هذا الموضوع. أعتقد الدكتور فيصل كاظمي اليوم راح يغطي هذا الموضوع بشكل مفصل. تفضل دكتور، وبعدين نترك المجال للأخوان المشاركين أيضا إذا في أي أحد عنده مداخلة ولا أي شيء بعد ما تخلص البرزنتيشن مالك. تفضل. إن شاء الله. شكرا شكرا، مساء الخير ومرحبا بكم جميعا بما في ذلك زوار الجمعية. في الحقيقة في أثناء فترة الكورونا لاحظت أنا في من موقعي ومتابعتي الأمور زيادة غير معقولة كبيرة جدا في التجارة الإلكترونية لما الأسواق هني أغلقت بسبب الحجر، فأصبح الناس متجهة. ولاحظ كذلك أن كثيرين لأول مرة يدخلون في هالمجال يطلبون من برا، ولاحظت عدم إدراكهم في الأمور في ما لهم وما عليهم. والغرض من أي جمعية نفع عام الاقتصادية وغيرها هو نشر الوعي، والموضوع التجارة الإلكترونية والذي يحتاج إلى درجة معينة من الثقافة التجارية واللوجستية والجمركية والقانونية. وإن شاء الله بعد ما أغطي هالموضوع خلال نص ساعة نناقش أي أسئلة واستفسارات. الآن حجم التجارة العالمية تقاس مو بالمليون ولا بالبليون، بالتريليون. ف التريليون في 12 صفر الواحد على يمين الواحد، بس علشان نشوف الحجم هذا. ف يعني في 2018 التجارة العالمية ككل بلغت 19.5، ويعتمد من وين تأخذ المصادر. المصدر هذا من منظمة التجارة العالمية. في مصادر أخرى 2019 نما هالرقم، ومن المتوقع أن خلال
ثلاث أربع سنوات يوصل إلى 27 تريليون. التجارة العالمية مهمة جدا في جانب هام من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عامل هام في تحسين مستوى المعيشة، توفر فرص عمل، وتلبي رغبات المستهلكين. عموما التجارة العالمية طول هالسنوات السابقة انطلقت من بعد الحرب العالمية الأولى، بس شنو، من شركات لشركات يسمونها بزنس تو بزنس. وطبعا في التجارة العالمية انت تتعامل مع واحد لا شايفك ولا تشوفه، وذاك الوقت حتى تلفونات بينهم ماكو. فبرزت العديد من المسائل والمشاكل اللي تتطلب معايير دولية، فتأسست غرفة التجارة العالمية الدولية في باريس ووضعت المعايير هذه. من منجزاتها مثلا وضعت آليات للاعتمادات المستندية، طورت نظام للتحكيم الدولي ومعالجة النزاعات بين التجار، تمثل هي القطاع الخاص العالمي في المنظمات الدولية، وطورت كذلك معايير لأنواع البيوع ومسمياتها اللي يسمونها إنكوتيرمز، المصطلحات التجارية الدولية اللي بدأت من 1936 وفي إشارة لها في قانون التجارة عندنا. فمن 1936 بدأت، شوف عدد بسيط اللي على اليمين في الجدول، 1936 كان في الفوب موجود هذا في قانون التجارة قسم الفاس، السي اند اف يسمونه بيع السيف، اكس شيب، اكس كوي، يعني شيء بسيط. وكل كم سنة يجتمعون مرة ثانية، واجتماعاتهم هذه تطول سنوات، 35 طورت، آخر شيء هو 2020. قبله كان 2010 وسنة 2000. هذه موجودة في كتاب تبيع غرفة التجارة، وموجود معلوماتها باختصار في عند سيدنا جوجل. وغرفة التجارة الدولية في عمان هي عهد عليها بترجمتها إلى العربية، وجاتي منهم نسخ. الآن 2020 وصلت إلى هذه مثل عقود، ما يشابه العقود بين البائع والمشتري. لاحظ في اللون الأحمر بالوسط DDP، هذه تحمل البائع هو اللي يدفع الضريبة في مكان الوصول، أي رسوم. فاللي يطلب أونلاين DDP ما يدفع ولا فلس هني في الكويت، كل المبالغ هذه ترسل فاتورة إلى المرسل البائع، المشتري ما يدفع شيء. فيما عدا ذلك لا، في مسؤولية تحمل المصاريف والتكاليف على المرسل إليه. هذه نقطة مهمة جدا في الشكاوي اللي قاعدين نسمعها، لأنه هو لما تعاقد بين المشتري، لما تعاقد مع البائع وقع عقد إلكتروني، مجرد قال يس هذا التوقيع عقد، فالتبادل التجاري من أهم وسائل التعاون الدولي بين الأمم. تأسست ضمن إطار الأمم المتحدة عدة منظمات واتفاقيات دولية تهدف إلى توحيد الأنظمة التجارية وحل النزاعات وتسهيل التجارة، منها منظمة التجارة العالمية اللي الكويت انضمت لها وصدقت الاتفاقية التجارة العالمية، منظمة الجمارك العالمية كذلك، المنظمة الدولية للطيران المدني، وكثيرهم غيرها. وتم التوصل إلى اتفاقيات تشكل القانون في مجموعها القانون الدولي، وهو نافذ في الكويت. الآن مع التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات وانتشار الإنترنت عالميا، تغيرت أساليب العمل التجاري وتشعبت. تم تحديث الاتفاقيات لتشمل المتغيرات التكنولوجية،
لو ملاحظين أن أول تذاكر السفر كانت مثل دفتر في كوبونات لجسة جلي الحبر الأحمر يوصف إيدك هل قطاع هذا مسافر من هالنقطة لهالنقطة يقطعونها. الحين بعد ماكو، كفاية بس توري تذكرتك بالتلفون حتى ورقة ما يحتاج. وأصبح الحاسوب مع تحديثها أصبح الحاسوب متاح للأفراد بأسعار معقولة. انفتحت أسواق افتراضية جديدة وأصبح العالم قرية. فبرز نوع جديد من التجارة من الشركة إلى المستهلك. قام المستهلك يشتري من تاجر برا. فهذه اللي نمت أكثر شيء هي بي تو سي. فيعني لو نتكلم عن حجم التجارة الإلكترونية وأكثرها بي تو سي، احنا قاعدين نتكلم عن ثلاثة العام الماضي 2019 3.5 تريليون، ومن المتوقع خلال 5 سنوات أن يوصل إلى 7 تريليون، يتضاعف. يعني نتكلم عن نمو دبل ديجيت نمو. وبرزت وسائل الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان، وأصبح متاحا للأفراد المستهلكين الشراء عبر الإنترنت. وظهرت كذلك شركات كبرى لوجستية عالمية متخصصة في النقل السريع ومن الباب للباب للطرود الصغيرة حول العالم. أصبحت هناك علاقة تجارية دولية مباشرة بين البائع اللي هو التاجر المصدر والمشتري اللي هو المستهلك المستورد. نمت هذه التجارة عبر الإنترنت وسميت بالتجارة الإلكترونية. أصبح التعامل والتعاقد إلكترونيا دون ورق بين البائع والمشتري، ويخضع العقد لقوانين الدولة المصدرة والقانون الدولي، ويسدد المشتري للبائع ببطاقة الائتمان قيمة البضاعة والشحن. هناك أنواع أكثر من نوع من أنواع البيوع والتعاقد بين البائع والمشتري، وتكون قواعد إنكوترم اللي وضعتها غرفة التجارة الدولية والمعتمدة عالميا هي أساس التعامل. طبعا في شفنا في أنواع في 11 نوع في 2020. في سبيل التبسيط أهم شيء عندنا الحين نشوف الدي دي بي وغير الدي دي بي. فإذا كان التعاقد بين البائع والمشتري بموجب دي دي بي، يعني delivered duty paid، يتحمل البائع سداد الضريبة الجمركية وأجور التخليص والتفتيش الجمركي وكافة الرسوم المفروضة في منفذ الوصول. أما في الحالات الأخرى اللي مو دي دي بي، يتحمل المشتري سداد الضريبة الجمركية وأجور التخليص والتفتيش الجمركي وكافة الرسوم المفروضة في منفذ الوصول. طبعا التجارة في سلطات عامة في الدولة المصدرة في أمور تخلي في الأمور هذه بعض أشياء تحتاج إلى موافقات الدولة، الحكومة الدولة المصدرة، والحكومة الدولة المستوردة كذلك لها أنظمتها الجمركية وقوانينها. النقل من مطار إلى ثاني كذلك تحكم قوانين دولية من المنظمة الدولية للطيران المدني. والبائع في عقده مع المشتري يجب أن يعكس سائر التزاماته تجاه السلطات وتجاه الناقل. فالبائع يوقع عقد مع شركة من شركات النقل عادة الجوي، فلازم يقبل، يعني يتفق على الشروط، والشروط عادة هذه أكثرها عقود يسمونها في القانون عقود إذعان. أنا هذه شروطي، غير عندك بس تختار إذا دي دي بي يوفر، ومو كلهم عندهم الدي دي بي، أكثرهم بدون دي دي بي. عشان كذي المستهلك هني اللي المستورد تجي له
فاتورة لازم يسددها. فالبائع يتعاقد عادة مع إحدى الشركات، يتعهد للبائع أنه يمثل نفسه ويمثل المشتري وكل من لديه مصلحة بالإرسالية. البائع يفوض الناقل بعمل الترتيبات اللازمة لتعيين مخلص جمركي لمتابعة الإجراءات الرسمية اللازمة وسداد الضريبة والرسوم والمصاريف المستحقة. الناقل هذا من قانون التجارة الكويتي، للناقل مادة 187 حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل، وللناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. يعني البضاعة ما دام هي عند الناقل ما استلمتها مرهونة للناقل إنه لازم يستلم المبالغ ليتأكد. إذا عادة الشحن قيمة الشحن عادة مدفوعة من قبل المرسل ضمن السعر، بس إذا مو دي دي بي معناها في مبالغ ثانية ومصروفات يستحقها الناقل ومن حقه أنه يحتفظ في الشيء وما يسلمه إذا ما استلمها المبلغ. طبعاً إحنا عندنا قانون الجمارك 10 لسنة 2003، المادة الثانية تقول تخضع للضريبة الجمركية وللرسوم الأخرى المقررة البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة 5% من قيمتها مضافا إليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص إلى ميناء الوصول، ويجوز بمرسوم استثناء بعض المواد المستوردة من الخضوع للضريبة، كما يجوز بمرسوم تحديد فئات أخرى للضريبة الجمركية بما لا يجاوز الضريبة الجمركية المخررة في دول مجلس التعاون. الآن مثلا صدرت عدة مراسيم أميرية تستثني أعداد كبيرة من المواد من الضريبة والرسوم الأخرى. فصدر مثلا أهم واحد فيهم اللي وضع القواعد العامة المرسوم أميري 201 لسنة 2003، هناك جاب لك 415 سلعة. بعدين سنة 2007 بعد ما دخل مجلس التعاون في منظومة اتفاقية التكنولوجيا الدولية، فمنتجات الكمبيوتر والبرنتر والتلفونات سنة 2010 وسعوها أكثر. ففي فئات المرسوم الأميري يقول معفاة من الضريبة الجمركية والرسوم المقررة بموجب القانون. الآن الإجراءات الجمركية تتطلب شخص يكون ممتحنه الجمارك مخلص جمركي مرخص، يعطونه باسورد ويوزر نيم، يدخل على النظام الجمركي الآلي. طبعا شركات الشحن كذلك والخدمات الأرضية كذلك يدخلون على النظام، وفي هناك مسؤولية، هذا المخلص لازم يحضر دورات على طول، لازم يقرأ في كل أسبوع شنو التعليمات القواعد الجمارك الجديدة. دائما كل عدد الكويت اليوم في تعليمات جمركية يجب أن يكون ملم فيها. فكذلك عليه عقوبات إذا خالف. فمثلا التعليمات الجمركية 3/2006 تتطلب إعطاء تفصيل عن البضائع الواردة في الطرود، وفي نفس الوقت التعليمات هذه تنبه على المخلصين الجمركيين بضرورة التفصيل المطلوب حسب النوع والوزن والقيمة والمنشأ والرمز للنظام المنسق في نظام. احنا الكويت داخلين في اتفاقية النظام المنسق الدولي المنبثق من منظمة الجمارك العالمية،
كل شيء يستورد له رقم معين حسب النظام الدولي. فالأمور هذه مهمة جدا، ولكن إذا خالف المخلص وما وضع الحين تيلك طنط في قطعتين ثلاث أربع مواد سلع داخل الطنط، كل واحدة منهم اللي موجودة بالفاتورة لازم تفصل منشأ الشغل وين كذا. فهذه وإذا خالف تحرر محضر بالواقعة ومخالفات مالية إلى آخره. الآن طبعاً المادة 51 تضع لا يجوز غير أصحاب البضائع أو من يمثلهم، اللي يمثلهم طبعاً هي اطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، تستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. هذا راح نرجع لها فيما بعد. في وضعت نظام عام وتنصح في الإدارات الجمركية في العالم، قالوا في الفئات اللي يجب أن اللي توصل في إلى الجمارك قسمونها إلى ثلاث أربع فئات: الوثائق والمكاتبات، هذه مستندات هذه ما عليها ضريبة ما فيها أصلاً، الإرساليات ذات القيمة المتدنية المعفية من الضرائب والرسوم، هذه الإرساليات هذه مع الأسف هذا تفقد الكويت، مطبق في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين. في البحرين مثلا 100 دينار بحريني، 1000 ريال سعودي في السعودية، 1000 درهم إماراتي، هذه لأن المبلغ اللي الحكومة بتحصله ضريبة على هذه ما تسوى تضيع الوقت عليه والورق والسبيس اللي في الكمبيوتر. ثم الإرساليات ذات القيمة المنخفضة، يعني عندنا نظام التصفية الفورية، نظام مبسط ما يحتاج إلى شهادات منشأ وتصديق الشهادات والفواتير العادة، يعني في الفئة 4 لازم تصدق الفاتورة 10 دنانير، شهادة المنشأ 15 دنانير، يعني 25 دينار تدفعها إذا كانت الإرسالية قيمتها عالية. الفئة 3 لا، في حدود 5000 بس تكون بصفة مو جايبها حق التجارة. الآن في قانون الجمارك الموحد هناك تعريفات في المادة الثانية، فيعرف الضريبة الرسوم الجمركية هذه عبارة واحدة. البضاعة كل مادة منتج طبيعي حيواني زراعي صناعي فكري، نوع البضاعة هني التسمية الواردة في جدول التعريفة اللي هو رمز، يعني إذا ما في رمز منسق ناقص دور المخلص إنه يبحث عنه ويحط، لأن من الكمبيوتر مال الجمارك هذا من تحط رقم يقول لك هذا يبي له موافقة الصحة ولا موافقة هيئة الصناعة ولا هيئة الاتصالات ولا هيئة الزراعة. يعني أعطيك مثال، إذا في ناس يجيبون بخور هذا هيئة الزراعة وتدفع حوالي 15 دينار رسوم عشان تأخذ الموافقة. الآن هذا المرسوم 120 انضمام الكويت للاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، هذا مهم بالنسبة للإحصائيات عشان الدول تتبع نظام واحد عشان يقارنون إحصائياتهم. كذلك بالنسبة للناقل في اتفاقية لتوحيد قواعد النقل الجوي، وفي مادتين هني توضح بعض الأمور، مثلا الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع يجوز إلزام المرسل إذا اقتضت الضرورة، هذا ترى مصدق عندنا كقانون 30 لـ 2002 كقانون دولي ومطبق في الكويت، إذا اقتضت الضرورة أن يتقيد بإجراء إجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الأخرى بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع، ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب أو التزام أو مسؤولية ناتجة عنه. يعني إذا واحد الآن جايب
سلعة ووصفها كشيء ثاني، هذه المخالفة عليه. الآن بالنسبة في المادة 16 كذلك، على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لإتمام إجراءات الجمارك والشرطة وأي سلطات عامة أخرى قبل تسليم البضائع إلى المرسل إليه، ويكون المرسل مسؤولاً في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات أو عدم كفايتها أو عدم صحتها، وذلك ما لم يكن الضرر عائداً لخطأ من الناقل، وأن الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة وكفاية هذه المعلومات. الآن في الجمارك عندنا في أنواع فئات من السلع وطريقة أخرى لتبويب السلع، في سلع ممنوع استيرادها، في سلع تستوجب ترخيص استيراد مسبق من جهة الإفراج. أعطيك مثال، الأريال أنتنة مع الاتصالات، هذا لازم ترخيص مسبق قبل لا تشحن تأخذ الموافقة من هيئة الاتصالات، لأن لما توصل هني وتروح هيئة الاتصالات للموافقة يقول لك ليش ما أخذتها من قبل. في سلع مقيدة بموافقة جهات أخرى، وهذه أقدر أقول لك 50-60% من الطرود التي تحتاج سوفتوير، موافقة الإعلام، كمبيوتر، موافقة هيئة الاتصالات وهيئة الصناعة. وهناك سلع عليها حجوزات تحفظية، هني الآن أعتقد مدير عام الجمارك تكلمنا معه في الموضوع وعنده نية بحل مشكلة الحجوزات التحفظية. الحجز التحفظي حسب القانون هو قرار من القاضي الأمور المستعجلة يسمع طرف واحد ماكو خصم قدامه يشكي شكوى فيعطي أمر مؤقت عمره 8 أيام، والقانون قانون التجارة وقانون الإجراءات والمرافعات والإجراءات المدنية هذه تقول أن خلال 8 أيام إذا ما رفع قضية كاملة وفي خصم يقول وجهة نظره يعتبر لاغي كأن لم يكن. أعتقد هذه في قريبا يطلع إن شاء الله قرار فيها. في سلع معفية من الضريبة بموجب اتفاقيات، يعني إذا عندك شيء شغل سويسرا مثلا وعندك شهادة معينة يسمونها يورو 1 مع البضاعة ما تدفع ضريبة. ليش؟ لأن سويسرا جزء من أفتا، أفتا فيها منظمة دولية مكونة من 4 دول، ليكتنشتاين، آيسلند، أعتقد إما النرويج أو فنلندا وسويسرا، كذلك في اتفاقية مع سنغافورة، كل دول مجلس التعاون إذا شغل سنغافورة وفي شهادات معينة مطلوبة معفية من الجمارك، إذا شغل دول عربية في اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية تعطيك تعفيها من الجمارك على شرط أن القيمة المضافة في الدولة العربية لتلك الصناعة ما تقل عن 40%. في سلع معفية من الضريبة والرسوم بموجب مرسوم أميري، هذا اللي طلع 201 ل2003 وبعدين جاءت في مراسيم أخرى إضافة المرات على القائمة. في سلع تفرض عليها ضريبة انتقائية إضافية مثل السجائر فوق 100% وراح تصير يمكن 200%. الآن الناس تسأل ليش في رسوم ومنو يأخذ الرسوم؟ 5% فهمناها، 5% ضريبة للدولة تدخل خزينة الدولة، ودائما المادة 134 من الدستور تقول الضريبة واجب على كل مواطن، تستورد تدفع 5% مو على قيمة البضاعة اللي شريتها، لا ضيف عليها الشحن وضيف عليها التأمين وبعدين أخذ 5%، وتستخدم كذلك أسعار الصرف اللي كل شهر تحدثها الجمارك. أما الرسوم المادة 134
لا يجوز تكليف أحد إلا في حدود القانون. فكانت الرسوم قبل 2005 تحصلها الجمارك، الآن الجمارك ما تحصلها الرسوم. وقعت مع شركة Global Clearing House Systems، وبناء على تفويض وزير المالية للمدير العام سنة 2003، وتم التوقيع في فبراير 2005 بعقد مدتها 25 سنة على شركة Global Clearing House. وبدأت في يمكن 12-13 بند، وكل سنة تزيد، ودخلت في بعضها إصدارات بعضها. بس خلنا نتكلم، هو 62 بند من تتراوح فئات من 500 فلس إلى 25 دينار للفئة نفسها. فالآن صدر التعليمات مثلاً الجمركية سنة رقم 56 ل 2018، ان الان لازم تدفع اونلاين او باستخدام الكينت ماشين. الكينت ماشين الان ما قاعدين يستخدمونها كثير، يبون يستعملون الاونلاين، وموجوده يوديك على موقع كينت. بس لما تدفع هني لازم تدفع حق شركه جلوبال، ليش؟ هم مسوين البرنامج. فدينار هذا على أنا في نظري إنه مخالف لتعليمات وزير المالية، إنما هذا من الأمور اللي لازم تندفع دينار. في كذلك رسم مناولة، إذا أقل من 50 كيلو دينار، إذا أكثر من 50 كيلو 3 دنانير. كذلك كل بيان يبي له إصدار إذن تسليم دينارين ونص، و إصدار بيان تصفية فورية من الواقع هذا هم دينارين ونص. فإحنا الآن إذا كان أقل من 50 كيلو فعندك في بعد 500 فلس طباعة بيان. البيان طبعاً اللي دخل البيانات هذا مخلص، فعندك الآن دينار ودينار، هذه دينارين إذا أقل من 50 كيلو، ونص دينار طباعة البيان، هذه دينارين ونص، صارت وصلنا إلى 7.5. فأحياناً حتى الشغلة نفسها ما توصل إلى 7 دنانير قيمة الشغلة، وبعضها تكون معفية أصلاً، لكن الحكومة ما تحصل إلا طابع بالدينار. وهذا حتى الطابع بالدينار على يتنافى مع اتفاقية كيوتو الملحق مالها. في كذلك رسوم تفرضها جهات الخدمات الأرضية، يعني جلوبال ما عندها مستودع في المطار. ناس اللي هم بعد شركة زميلة لها، يملكهم نفس الشركة، موجودين، وفي الخطوط الجوية الكويتية معظم الشركات ارتباطاتها مع شركة ناس. ففي رسوم تخزين، رسوم أمنية، رسوم استخدام الرافعة الشوكية، فيها الرسوم هذه موجودة. هذه طبعا في طابع الدينار لكل إرسالية ضمن التصفية الفورية، حتى المجمعة لكل إرسالية فيها طابع الدينار. هذه من أهم من المصاريف. طبعا بالنسبة حق الإرساليات اللي قيمتها اللي تعتبر تجارية اللي قيمتها أكثر من 5000 دينار، لازم معاها تصدق الفاتورة وشهادة المنشأ. اللي أستغرب منه أنه الختم شنو مكتوب عليه؟ نحن غير مسؤولين عن صحة الأوراق. إيش حاجة عايز تصدق؟ ما أتمنى على كل. كذلك لما في بضائع في تحتاج إلى إفراج، في إفراج الإعلام مثلاً إذا فيديو جيم على سي دي شيء، هذه بثلاثين دينار ولازم تجددها كل سنة. هيئة الزراعة مثلاً أكل بعض الحيوانات 25 دينار، 15 رسوم المعاملة الواحدة. هيئة البيئة في نوعين، في
لطابع التصوير الفوري 3 دنانير، إرسالية تجارية فوق 50 دينار في هيئة البيئة 60 دينار، هيئة الصناعة 12 دينار للمعاملة مجمعة أو منفردة. الآن هذه تقريبا اللي أهم الأشياء. طبعا الشركات النقل السريع الآن مكلفة أن توصلها عندك للبيت، ليه عنوانك اللي مكتوب في البوليصة. لما توصل هذه التوصيل من الجمرك لما تطلع إلى مقر الشركة وإلى التوزيع هذه ضمن السعر، لكن عملية ونطلع من الجمرك هذه في رسوم، لازم أوظف أجيب لي مخلص جمركي مرخص إنه يدخل البيانات، هذا في تكلفة، ولازم أروح أراكض بين الهيئات والجهات الإفراج وحصل الموافقة. أحياناً بعضها أصبحت بالأونلاين، بس الأونلاين هم في مصاريف، فزائد لازم يوقف في التفتيش بأقصى يعني الصراحة الجمارك خلال فترة الكورونا جزاهم الله خير، يعني كانوا الناس قاعدة في بيوتها وحجز كلي وهم شغالين ليل نهار بهالجو الحار، جزاهم الله ألف خير. زائد الجمارك هي أساساً بوابة أمنية، والجمارك في أي دولة شغلتها جانب من جوانب إنه تدير معلومات وتنتج إحصائيات تساعد الدولة في رسم سياستها، وجهة تمثل كل الجهات الأخرى البوابة هذه، فلها جانب أمني. يعني مدربين الصراحة جزاهم الله ألف خير في الآفات اللي تينا من برا، كذلك مدربين كذلك خاصة في الترقيق، إن ساعات تينا شغلة قيمتها 100 دولار وهي يدرون إن هذه ولا 1000 دولار تحصلها، عارفين شنو أمازون شنو هذا، فالشباب اللي يحطون السعر أقل هذه يواجهون يعني في كثير في الآونة الأخيرة كثير من الأمور تحتاج إلى إعادة تقييم، لأن الدولة كذلك 5% من القيمة الحقيقية يعني. فالآن هذه يعني لذلك الشركات لما تدفع الرسوم في عندها أسلوبين للتصفية الفورية المبسطة، أحياناً في بضاعة تحتاج إلى 3-4 جهات موافقة، فما أخرها أنا مع أخرى أخليها منفصلة، ففي رسوم الناس تتساءل إيش حق الرسوم. هذه واحدة من الشركات مثلا النقل السريع يقولك أنا أدفع هذه دينار طابع تصفية فورية، هذا حسب تعليمات جمركية منشورة بالجريدة الرسمية. رسوم الجلوبال لأني أنا استخدمت برنامجهم عشان أوصل صفحة كينت، هذه أنا أعتقد هذه مخالفة لقرار وزير المالية تعميم 3 لسنة 2008، لكن لازم تدفعها وإلا البرنامج ما يوصلك على البيان الأخير اللي تبيه عشان تستلم البضاعة. في الرسوم طبعا هني الرسوم تشمل إذن التسليم، تشمل البيان، بيان التصفيه، رسوم بيان التصفيه، طباعه البيان يعتمد اذا 50 او اقل، زائد في رسوم عاده بالشركه هذه مثلا تتعامل مع ناس، الحد الادنى لارساليه 3 دنانير، اجور تخليص وتفتيش بالنسبه للبضاعه، يعني عندهم نوعين اذا كانت قيمتها متدنيه نوعا ما يعطونهم شوية أقل يراعونهم 5 دنانير، عادة المخلص 15 دينار 10 دنانير أجور المخلص عادة، بس للطرود الصغيرة عندهم يعني يعتمد على قيمتها. الآن إذا كانت البضاعة هذه تحتاج موافقة جهة ثانية
وأونلاين لازم يصير هم بعد يدفع لهم دينار، زائد طبعا 5% مضافا إليها من قيمة البضاعة مضافة لها. هذا إذا كان التخليص للإرسالية منفردا. الجمارك تسمح للشركات إن تجمع إرساليتك وإرسالية زيد وعبيد وهذا تجمعهم بحيث إن مجموعهم ما يزيد عن 5000. ففي الحالة هذه يوفر ال فهني كل شركة لها نظامها، لها مصاريفها، لها قياس الجودة بالنسبة لها، وزائد عنصر السرعة. ففي تسعيرة مثلا إذا كانت أقل من 750 دينار، هذه المبالغ اللي 5% ودينار رابع ودينار ونص تغطي نصيبك من اللي ندفعه حق شركة ناس وجلوبال كذي. إذا كانت أكثر، إلا إذا كانت هيئة الغذاء لأن فيها بعد دينار زيادة. إذا كانت أكثر من 750 في تحسب 10 دنانير أجور عن تخليص، زائد تغطي المصاريف اللي تدفع إلى ناس وإلى جلوبال. فهذه أنا انتهيت من الاستعراض وشوية طولت عليكم، آسف. يسعدني أن أسمع منكم أي أسئلة عندكم. أنا يعني صار لي 40 سنة في أتابع المجال هذا، فأرجو أن أكون قد فدت يعني بعض يعني لو أن إشياء بسيطة يمكن بعض يعرف عنها، بس في ناس جدد في هالعالم هذا في الفترة الأخيرة. شكراً وأسمع أسئلتكم. الله يعطيك العافية، مشكور، ما قصرت. دكتور أنا عندي سؤال الحين، هذه القائمة اللي أنت حطيتها اللي تأخذها شركة جلوبال كليرينج هاوس، هل هي معتمدة من الجمارك؟ هو شوف الدستور يقول لا يجوز في المادة 134 لا يجوز تكليف أحد بأداء رسم إلا في حدود القانون. والفرق بين الضريبة والرسوم يمكن البعض ما يدرك الفرق بينهم. الضريبة واجب على أي مواطن، الرسوم لا، بس للخدمات فقط. حتى في قانون الجمارك في تعريف أن الرسوم الذي تحصلها الجمارك مقابل خدمات، من يحصلها؟ الجمارك، وكانت الجمارك تحصلها قبل 2005، بس وقعت الجمارك مع الشركة بعقد خدمات تؤدي الشركة 12 يعني المفروض تؤدي تعاقديا 12 مليون دينار نقدي إلى الجمارك، تدفع فواتير الكهرباء والتلفون، تبني لهم وتحدث المباني، الإدارة العامة، مباني المنافذ الخارج الجمركية، سواء كان في نويسيب ولا سالمي ولا تعدلي ولا يعني في توفر الكلاب البوليسية بدون ما تدفع الجمارك لهم، وتوفر لهم نظام كمبيوتر. طيب إذا أنت بتعطي الجمارك كل هالأشياء، لا، لازم تحصل شيء. هني حصل فلوسك من التجار، زين؟ شلون أخذ يعني أنا أدي الخدمات للجمارك وأخذ فلوسي من واحد ثاني؟ هي مقابل خدمة شنو؟ خدمة من حقه، خدمة للجمارك ولا خدمة حقك؟ يعني هو صج إذا أحد سوالك خدمة لازم تدفع الرسم، ما فيها روح تعال. القانون يقول التعليمات الجمركية تدفع للجمارك، بس هني كان في ظروف معينة في الثمانينات أنا عشتها الصراحة، اختلف في فلسفتها ومكتوبة بمستندات
ان مدير عام الجمارك قبل 1980 كانت تتبع الجمارك، هيئه يسمونها الجمارك والموانئ، تتبع وزاره المواصلات. سنه 80 تغيرت، اصبحت الجمارك تتبع وزاره الماليه. من ذاك الوقت للحين بل لا تزال هي مبناها في ضمن داخل وزاره المواصلات، وما طورت مباني جديده، ما يعني بسبب ان الوزير الماليه مو راضي يعطيهم 30 مليون الخطه اللي عملها المدير العام الله يرحمه ابراهيم الغانم. قال انت حكشن، انت اساسا تخدم التجار، طور طريقه تاخذ منهم. فسووا الطريقه هذه انك انت تدفع رسوم لخدمات مو حقك، الجهاز نظام الكمبيوتر حق الجمارك مو حقك. طيب في بدائل ثانيه؟ اي طبعا في بدائل ثانيه. الامم المتحده تعطيك نظام متكامل مجاني مطبق في 92 دوله منها 8 دول عربيه موجوده، يسمونها اسيكودا وورلد، ولها ويب سايت اسيكودا وورلد. في بدائل. الان الشركه هي اللي يعني الشركه تعدي خدمات، تصرف فلوس، يحق لها تاخذ مستحقات، لكن من اللي تقدم لها خدمات؟ مو يعني المعادله شويه فيها خلل. انما المساله قائمه وفي رسوم بتوجب تعليمات جمركيه. مدير عام الجمارك اصدر تعليمات منشوره في الجريده الرسميه وموجوده الان في موقع الجمارك، يسمونها لائحه الاسعار، وقاعده مطبقه. هذا المستهلك الجديد اللي يدخل اول مره وما يدري يستغرب، يقول انا دافع كل شيء هناك ودافع مع الشحن، ايش حق لازم ادفع هني؟ طيب 5% فهمناها، بس المبالغ الثانيه تزيد عن 5%. طبعا في مجهود تخليصي، المخلص شركاتها تجيب مخلصين مرخصين. ففي هالموضوع هذا الان في دول ثانيه قسمت، يعني لو نرجع الى قانون الاستيراد مال رقم 43 لسنه 64 باللائحه التنفيذيه، وزير التجاره قال يفرج عن اي قيمته دينار واقل. فالاتفاقيه الدوليه كيوتو لتبسيط وتسهيل الاجراءات كذلك تقول على كل دولة أن تضع مبلغ معين، اللي أقل منه ما في لا رسوم ولا هي. فهذه لو يعني في لجنة الآن في الجمارك تنظر في هالموضوع، أعتقد الأمر هذا تحت الدراسة، ونأمل يعني أن نوصل إلى حلول فيها. دكتور عندنا سؤالين الأخت ولاء. أولاً أنا بشكر الدكتور فيصل وبشكر كل أعضاء المنتدى على المحاضرة القيمة. أنا دكتورة ولاء محمود الصريف، أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات المصرية. أنا كنت عندي استفسار لحضرتك. هو دلوقتي طبعاً في اختلاف حالياً للتجارة الإلكترونية عن قبل الكورونا، واحنا عارفين طبعا ان الكورونا يعني الى حد كبير زي ما كان ليها نقاط ضعف ليها نقاط قوة في اتجاهات تانية، ان هي انعشت التجارة الالكترونية في كثير من الدول ومنها الكويت. حسب مصدر سكاي نيوز يعني التجارة الالكترونية بالكويت بقيت 1.1 مليار دولار. فأنا كنت حابة أعرف هل في بقى اختلاف في الرسوم الجمركية قبل الكورونا عن بعد الكورونا بالنسبة لقوانينها أو كده، ولا هتفضل كما هي؟ شكراً دكتورة ولاء. القوانين لم تتغير قبل الكورونا أو بعدها، إنما عدد الإرساليات، لأن كان عندنا في الكويت حجر منع تجول، كان عندنا حظر شامل حوالي 2-3 أسبوع،
إلى الآن في ساعات بعد الساعة 8 إلى الصبح عندنا كذلك حظر تجول، فالناس ما عندهم إلا الإنترنت، وزادت عدد الطلبات من الخارج في الوقت اللي المجمعات الأسواق مسكرة كانت مغلقة في سبيل الاحتياطات الصحية، فزاد عدد الناس اللي دخلوا إلى التجارة الإلكترونية، عدد الناس اللي يطلبون من برا، وأصبح في ناس لأول مرة يطلبون من برا في التجارة الإلكترونية وما عندهم إلمام، وكان واحد فبدأوا شوية حركة حملة إعلامية بدأت في الكويت أزاء يعني من خلال الجمعيات حماية المستهلك وغيرها، على أساس أن ليش إحنا ندفع الرسوم هذه ولمن ندفع الرسوم وما هي الخدمة اللي الضريبة فهمناها، حتى يعني بعضهم جدد على هالموضوع. فكان الغرض من الجلسة هذه إن يعني نلقي الضوء على ضرورة نشر الوعي في الموضوع هذا، فبس ما تغيرت الرسوم، وبالعكس احنا في صدد نتوقع ان المدير العام يبسط عندنا. احنا دخلنا في اتفاقية تسهيل التجارة اللي هي احدى اتفاقيات اللي تشملها اتفاقية التجارة العالمية، ودخلنا على اتفاقية كيوتو المعدلة بشأن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية اللي كذلك وضعت قواعد على القيمة المتدنية، إنه يجب أن تكون هناك في العالم، يعني بأمريكا مثلا كانت 200 دولار زادوها إلى 800 دولار ما عليها ضريبة إذا كانت السالية قيمتها في حدود 800، في استراليا حوالي 1000 دولار استرالي يكون معفي من الجمارك. في كذلك في اتفاقيات التكنولوجيا تعفي الكثير من المنتجات، التلفون أبل، سامسونج، سمارت فونز، كمبيوترز، شاشات، برينترز، هذه معفية كذلك. بس عندنا ورق خاص في الكويت، في مصر كان عندكم مثل نظام الشركة هذه وتعاقدها مع الجمارك، إنما صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة هاي 2004، كان المادة اللي فوضت وزير الخزانة المصري يوقع مع الشركة ويفرض على الناس رسوم، وبدأ طابور اللي عنده وصل يرجع فلوسه. فيعني هذه المشكلة هذه اللي عاشتها مصر قبل 2004 احنا عايشينها الآن فيها، واعتقد في تحرك من قبل المستهلكين، زاد عدد اللي يشترون ويطلبون من برا التجارة الإلكترونية، عددهم زاد، قوتهم سياسيا زادت، وبدأوا الناس يسمعون لهم. هذه اللي الحملة اللي صارت ورانا، واعتقد معاهم حق. طيب شكرا دكتور بغازي، فرصة طيبة نشوفك من خلال الجمعية بعد الحظر. سؤالي قد يكون فلسفي، ما هو تأثير التجارة الإلكترونية على تشجيع السلوك الاستهلاكي لسلع كمالية في الغالب للفرد الكويتي؟ وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يمكن أن تخلق التجارة الإلكترونية فرص عمل في الكويت وإحنا دولة مستوردة؟ شكرا. دكتور علي، الصراحة السلوك الاستهلاكي عند الشباب بالذات سلوك غريب جدا، ونمو طلباتهم من برا يعني الصراحة أشوف أنا عمر صغير ناس يعني في تينيجرز يطلبون من برا، يعني القوة الاستهلاكية أو الطابع الاستهلاكي للفرد الكويتي خصوصا الشباب شيء الصراحة
أمر جيد، بس كذلك في بعض الحالات يقلقني أن إحنا في ظروف مثل ما واحد قال لي أن كورونا جاية من الله سبحانه وتعالى، هذا اختبار لنا، والواحد يقعد يفكر شنو اللي يسوي إذا ينظر لنفسه، يقيم نفسه تقييم الذات. بالنسبة للسلوك الاستهلاكي هذا مجرد التجارة اللي تعكس السلوك الاستهلاكي وتأكده عند الفرد الكويتي. أما موضوع فرص العمل، هي فرص العمل أنا لما ذكرتها كنت أتكلم عن التجارة العامة، يعني الإلكترونية زائد غيرها، لأن كل مصنع بالنهاية منتجه لازم يدخل إلى التجارة وسوق التجار في التوزيع. فهذه العاملين في التوزيع والنقل، التجارة نفسها بعد من يطلع المنتج من المصنع أو من المزرعة أصبح تجارة، هذه شو يوظف من الناس ملايين. ففي الكويت بالذات أنت شوف إذا مو بيتك بيت جيرانك، كل شوية أي واحد من الدليفري بويز، واحد جايب بيتزا، واحد جايب قهوة، واحد جايب سندويشة، جايب طلبات من برا. فهذه الآن بدأت تخلق الشركات، ويوم من الأيام الشباب، أنا أذكر واحد فاضي يفتح له كويتي عقب الدوام، يفتح له تاكسي يشتغل، يجيب له دخل شريف. الآن بدأوا يروح يقعد بقهوة. فالمسألة إنه في المجرى الطويل راح يكون في نشاطات، يخلق نشاطات بس يعني محدودة، سوق صغير. لكن لو تقول التجارة بصفة عامة، لا، التجارة في العالم ككل توظف الملايين من البشر. يعطيك العافية دكتور. عندنا الأخ ميه نيوز، تفضل. مشكورين، يعطيكم العافية. معكم أخوكم مشعل مانا، رئيس جمعية خدمات المستهلك. حياك الله أخوي. الله يحفظك مشكور دكتور على هال يعني اللقاء والبرزنتيشن اللي أثرانا إحنا كأعضاء جمعية خدمات المستهلك، وإحنا متابعينك، وقمنا في حملة سابقة في الأسبوع اللي فات وهي إعفاء الشحنات الشخصية، وأيضا جددنا هذه الحملة في هذا الأسبوع. دكتور، عندنا تقريبا كم سؤال، بس يعني أتمنى إذا تنوت، إذا في مجال، لأن شوي أتوقع أن الإجابة راح تكون جدا طويلة، لأن بالنهاية هذا نفس المستهلكين وما حصلنا من شكاوي. السؤال الرئيسي اللي إحنا تقريبا يعني مفروض لازم يكون في أولويات هذه المقابلة، هي ما هي المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الكويت؟ هذا واحد. السؤال الثاني، وهو في أثناء حديثك دكتور تكلمت على موضوع الفرق ما بين الشركات أو رسوم الشركات المختلفة أو اللي هو الناقل. إذا كان هناك طبعا دكتور بعض الشركات تخضع لاتفاقيات دولية وأيضا اتفاقيات محلية، ليش ما تكون أغلب الشركات بتسعيرة موحدة؟ ليش هناك تفاوت في من شركة إلى شركة؟ هذا أيضا سؤال ثاني. السؤال الأخير وهو جدا مهم دكتور، إن كان هناك نزاع في المحاكم ما بين، وهذا ما وردنا طبعا، أن هناك نزاع ما بين الجمارك وما بين شركة الجلوبال، وإحنا التمسنا في شكاوى الأخيرة من قبل المستهلكين بأن هناك رسوم غير مبررة قاعد يأخذونها الجهات، يعني سواء الجمارك وغير الجمارك. إن كان هناك نزاع دكتور، هل يعني في حالة صدور حكم لصالح جهة معينة أو إلغاء التعاقد من الطرفين، هل هناك بديل لهذه الشركة بشكل يعني سريع، أو أن احنا من توقيع من 2005 ويعني تقريبا متبقي من العقد 5 سنوات ونستمر إلى 5 سنوات وربما يجدد
جدد وبالتالي هناك رسوم إضافية على المستهلكين وضرر يقع على المستهلكين. هذه الأسئلة الثلاثة دكتور، وأشكرك على سعة صدرك، وأختم في جزئيات هذا البرزنتيشن اللي قدمته اليوم راح يتم من خلال جمعيتنا بإرسالة لتوجيه المستهلكين وإرشادهم ونصيحتهم من قبل إرجاع حقوقهم. مشكور دكتور. شكرا أستاذ مشعل. في الحقيقة هل أبتدي في المعوقات؟ في معوقات من أنواع، بس أعتقد أن الكويت أهملت قطاع الشحن الجوي، يعني مباني الشحن الجوي في المطار من 1960 إلى الآن ما تطورت، رغم أن حجم البضائع اللي تجي بالجو وعدد الطائرات وعدد السكان زاد، فهناك خطة لمباني خاصة أو مطار للشحن، وقد استثمروا في الأرضيات اللي حواليه والرنوي، وهناك الشركات اللي مستعدة أن تبني منشآتها بس تحتاج الأرض، وفي موافقة، بس إحنا في الكويت بطيئين في اتخاذ القرار، ولا يزال دراسة دراسة ورا دراسة، فنأمل أن هذه تتحل مع عند الطيران المدني. كذلك في أنقى الزجاجة في الكويت، وبالذات في المرحلة هذه الأراضي في الدولة، أنت تقدر تملك أرض حق بيت، حق بناية شقق استثمارية، حق مكاتب، بس ما تقدر تملك أراضي مخازن، يمكن استثناء الوحيد في الأرضية وماكو غير متوفر وأسعار جدا عالية. فالدولة لازم ترعى قطاع اللوجستيات وتوفر وتبتعد عن الاحتكارات. حاليا أراضي المخازن احتكارات، فنأمل أن هذه من العقبات. هذه نأتي إلى رسوم الشركات، يا ريت تتوحد الشركات هذه اللي تعمل في هالمجال الكبار، هذه شركات كبرى يعني مبيعاتهم السنوية أضعاف مبيعات الكويت من النفط، وعندهم أساطيل 700-800 طيارة، وتحت رقابة دولهم سواء كان في أمريكا أو أوروبا. فممنوع لحماية المستهلك، ممنوع على الشركات أن تتفق كم على السعر يأخذونه من المستهلك. هذا against the Federal Trade Commission. ففي بهدف حماية المستهلك ممنوع أن البائعين الخدمات مزودين الخدمات يتفقون مع بعض على يتحدون ضد المستهلك. هذا قانونيا قد يغررون في بلادهم، وحتى في الكويت يتهيأ لي المنطق يقول لي أن هذا لا يجوز أن يتحد الله. ففي أنا أتمنى أن يكون في هالشيء بإرشاد من لكن في تنافس بين الشركات، وبعدين جودة الخدمة، في شركات يهمها بالدرجة الأولى جودة الخدمة سمعة الشركة، في شركات لا الربح والخسارة أهم. فطبعا كل شركة ما لازم تخسر، لازم عندها مساهمين يجب أن توفر لهم الربح المعقول، لكن الاتحاد يتحدون شركات لهذه ضد قوانينهم في دولهم. هذا بالنسبة لرسوم الشركات. الآن شوف كل بالنسبة حق النزاع بين الجمال والجلوبال لا يزال في المحاكم، رغم أن كان في هناك حكم استئناف لصالح جلوبال ضد الجمال، والجمال طلب 200 مليون وحكم 65 مليون،
ومعطل كل شيء إلى أن يقطع راحوا التمييز رجعوا إلى الخبراء. وهذه يمكن بتطول على ما هالعشر سنوات الجاية تجي الأمور في المحاكم عندنا تطول. فالآن يعتمد على عادة كل وزارة تتعاقد مع أحد يسوي شركة تنظيف، تتعاقد مع شركة صيانة التكييف، تتعاقد مع شركة في مجالات توريد مراسلين مثلا. لكن انك تعطي شركة واحدة كمبيوتر رئيسي مال الدولة مال الجمارك عندها البيانات اللي المفروض ما تطلع عند غير صاحب البضاعة والسلطة الجمركية، تحطها عند شركة برا تسوي لك خدمات وتدفع لك فلوس وتاخذ فلوسها من ناس ثانيين. أهم عنصر أنا أعتقد شركات النشاطات اللي يسوونها ممكن في كذا شركة ممكن تصير، وأعتقد ما لازم تكون احتكار بين شركة واحدة، يكون في نوع من تنافس في صالح المستهلك وفي صالح التاجر. لكن نظام الكمبيوتر هذا اللي يقلقني. أنا أعتقد الآن يجب على الجمارك أن يكون عندها خطة باء، ويبحثون يعني يطلبون من الأمم المتحدة نبي والله نسخة من هالبرنامج نخليه بديل للمستقبل إذا حدث أي مشكلة. البرنامج من منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة اللي في جنيف، وكذلك يعني أنا اقترحت في السابق هالشيء يكون بديل الخطة باء موجودة، بس في بدائل مجانية. يعني الأمم المتحدة الكويت ترى وايد تبرعت الأمم المتحدة، بس ما طلبنا ما نستحق من معونة الفنية من خبرة من تدريب الشباب عندنا على هالبرامج. فالآن معتمدين كله على الشركة، وأنا أعتقد هذا إجراء غير موفق، وأبعاده راح تبين في المستقبل إذا ما نكون عندنا خطة الخطة باء. أرجو أن أكون قد وضحت الأمر. مشكور دكتور. عندنا سؤال دكتور من الأخ عبد الرحمن المخيزيم، يسأل يقول هل شركة جلوبال التي تحصل على العمولات لها دور مهم في العمل؟ أوكي. معظم التجارة الإلكترونية تأتي عن طريق المطار مو عن طريق البحر مثلا، قليل منها عن طريق البر خاصة فترة الكورونا ماكو بر. ففي المطار جلوبال ليس لديها مستودع خاص مال جلوبال، والمادة اللي هي السند الدستوري المادة 107 من قانون الجمارك يسمح إذا كانت هناك مستودعات تديرها شركة خاصة فيمكن أن تفرض رسوم معقولة يحددها ويحدد شروط استيفائها وزير المالية. فأنا أعتقد أن شركة جلوبال قاعدة تأدي خدمات للجمارك بس على حساب المستهلك والتاجر. هنا النقطة، يعني في بعض خدمات لا تعتبر خدمات، فمجرد يعني دورها بالنسبة للجمارك دورها مهم، تسدد فاتورة تعدي خدمات بلاش، عليها أن تؤدي 12 مليون بالسنة كاش إلى خزينة الدولة. يعني مثل ما تقول شفت الواحد شلون يضمن دكان، هذه انضم الجمارك ضمنت بعض نشاطاتها إلى شركة، وأنا أعتقد لأن فيها المعلومات وتملكها شركة تنافس بعض التجار، أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إعادة نظر. مشكور دكتور. وإحنا ني هني إلى نهاية دوانية اليوم، وأثريت النقاش، وشكرا على هذه المعلومات القيمة. أشكر جميع الحضور من إخواني وأخواتي،
أعضاء الجمعية الاقتصادية ومن شرفنا في ديوانية الجمعية الاقتصادية اليوم مناقشة موضوع التجارة الإلكترونية والرسوم الجمركية مع الدكتور عضو الجمعية الاقتصادية الدكتور فيصل الكاظمي. شكرا لكم جميعا وإن شاء الله نشوفكم على خير في ديوانيات ثانية أو ندوات ثانية للجمعية الاقتصادية. يعطيكم العافية جميعا. شكرا. 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 شكرا.